بدنا نشغل الدومين تبعنا وبرضه بنفس الوقت نشغل ايش بدنا نشغل؟ نشغل الراوترات الاثنين برضه راوتر 1 ونشغل راوتر 2 ونشغل الكلاينت. طبعا تتذكروا المره اللي فاتت كنا قاعدين احنا بنبنك من الكلاينت في موضوع السايت تو سايت، وكان بيعطيني الريتشبل ومكان الشابك ما كانش راضي يشبك، كان في زي شغله قلنا خلاص بنحلها المره الجايه صح؟ اول شغله السبب فيها انه احنا عاملين الريديوس. ليش هو السبب؟ امسح هذول خلاص؟ هسا الراديوس هو بيلزمك في حاله واحده، في حاله انك انت بتنفذ موضوع الريموت كلاينت، يعني عندك انت كلاينت بده يجيك عبر الانترنت بده يشبك بالراوتر تبع اللي عنده، بده يشبك على الراوتر تبعك الراس تبعك اللي عندك وبده يدخل على اللان، تمام؟ على مثلا دومين كنترولر والامور هذه. فهون انت بتحتاج انه يكون عندك راديوس عشان مش اي حدا في النت يحاول ياكسس عليه، يكون الموضوع فاسكيور مظبوط. لكن في موضوع السايت تو سايت، السايت تو سايت مش محتاج انت انك تعمل راديوس، لانه انت مش عم تفتح الفي بي ان هون يكون لكل حدا، انت عم تفتحه للفرع تبعك بالتحديد، واصل الصوره؟ فمعناته انا مش وكمان بالاضافه لهذا الكلام انه انا لما اجيت اعمل الراديوس انا قلت لكم انه انا حخلي هذا الراوتر الراس اللي هون يكون هو بمثابه كلاينت لهذا الراس، وهذا يكون بمثابه كلاينت لهذا الراس، فعمليه الكونكشن هي راح تتم بين الراسين، فالكونفجريشن والباسوردات والاعدادات انت عاملها بايدك عليه، وغير هذا اليوزر الادمنستريتور مش حيكون حدا ثاني راح يشبك. تمام؟ اما البقيه اللي من وراه قلنا راح يجوا بالمعيه وحنشوف كيف راح يجوا بالمعيه سواء من هون او من هون. فمعناته انا مش محتاج اني اعمل الريتس في هذا الكلام. لكن لو عملته مثلا مش بضرش، لكن الاصل ما بتزمني. فبهاي الحاله اذا انا بديش اعمل الريتس معناته انا لازم اخلي هذا الراس جوينت الدومين. ليه؟ لانه الناس اللي بدها تيجي بدها تدخل عن طريق الويندوز اوثنتيكيشن، يعني بده يكون هذا الادمنستريتور تبع الاي او دوت كوم هو بده يدخل بيوزر وباسورد تبعون مين؟ تبعون الدومين، معناته لما يكون جوينت الدومين بيكون ويندوز اوثنتيكيشن بدهش يكون ريديوس. وضحت؟ تمام. بناء هذا الكلام، بناء على هذا الكلام، احنا هون المره اللي فاتت لما اجينا نفذنا الموضوع اجينا عند الكلاينت ولقينا انه الكلاينت عم ببنك بس عم بيعطي الريتشبل. اذا بتتذكروا كان ايش معطينا؟ الريتشبل هون هاي ريفرش عمل ديسكونكت لانه مفصول جهاز الكلاينت. سؤال سايت تو سايت، لا لا ايش يعني قصدك ابلكيشن؟ مش فاهم ابلكيشن. يعني لا هذا بده يكون لازم يكون بينك وبينهم في بي ان. هذا ريموت مش ريموت اكسس، مش راح يكون سايت تو سايت. سايت تو سايت بتحكي مع شركتك، فرع الك وفرع رئيسي فرانش ومين، اما مش شركه انت ملكاش فيها بدك تشبك عليها، بدك تشبك عليها تشبك عليها معناته انت ريموت اكسس بهاي الحاله. تمام. هسا احنا قلنا مشكلتنا وين يا شباب؟ انه احنا الاصل لما اجيت انا نفذت الموضوع قلت لكم المفروض انه يعطيني ريكويست تايم اوت صح؟ هسا هو السبب انه مش عم بيعطيني ريكويست تايم اوت، السبب تعالوا بس هيك نعيد الفيلم سريع سريع عشان نظبط المواضيع. اول شغله احنا اشتغلنا كثير على
الراديوس اللي هون. يعني انا ورجيتكم قد ما طبقنا الراديوس المره اللي فاتت، رجعت اشتغلت عليه كم من شغله، وعملنا مش عارف اكاونتنج، وعملنا جروب اللي هو الراديوس بروكسي والامور هاي كلها، تمام. فمعناته انا بفضل في الوقت الحالي اني اجي عند الراديوس نفسه هون اللي هو النتورك بوليسي سيرفر، هذا اجي على البوليسي اللي انا عملتها هون اقول له رايت كليك ديليت، واجي عند اللي عملته هون كبروكسي برضو اقول له ديليت، واجي على البوليسي اللي تم بناها اقولها ديليت، واجي حتى على البوليسي اللي هون ديليت، واقوم الغي حتى اللي انا عملتهم كايش كتمبلت. متذكرين التمبلت اللي عملتهم؟ هاي ديليت لكل شيء، تمام، لكل شيء. فانا هيك خلصت موضوع ايش البروكسي كله الراديوس كله، وبما اني انا شلته كله فانا بقدر اجي هون عند ريموف واقول له ريموف رول نيكست نيكست، واقول له شيل لي النتورك بوليسي كله ما راح يلزمني في الوقت الحالي، نيكست نيكست، واقول له اعمل ريستارت يا سيرفر عبال ما ايش يخلص يشيل البوليسي كله. هرجع على السيرفر الاول اللي هو الراوتر 1 وامسك حتى كل شيء عملته بدلته، بدي ارجع عيد من اول جديد. بدي اجي هون اقول له ديسيبل راوتنج اند ريموت اكسس، واروح على السيرفر الثاني اقول له رايت كليك ديسيبل راوتنج اند ريموت اكسس، والكلاينت هون المفروض انه بطل هسه رجع طبيعي ريكويست تايم اوت او ديستنيشن ريتشبل، هيك طبيعي لازم يرجع، هو الاصل يكون ريكويست تايم اوت بعد ما ننفذ الموضوع، بس هسه طالما بيعطيني انريتشبل معناته هيك لحد الان صحيح الوضع، لان انا شلت ايش كامل السيرفيس. ثاني شغله بدي اعملها، بدي امسك راوتر 1 واعمل وين جوين في الدومين عشان عمليه الاوثنتيكيشن منه تكون ايش ويندوز اوثنتيكيشن، تمام. اوكي خليه يخلص هذا، طبعا بس يخلص راح يعمل ريستارت بعد ما يشيل الرول. صاحبنا خلص، بدي اسكره هيك راوتر 1 واجي هون اقول له اعمل لي جوين في الدومين اللي اسمه iu.com، اقول له روح اعمل جوين في دومين اسمه iu.com. عاد يفصل السيرفر اشتغل ولا لسه مش مزبطين له DNS؟ لازم يكون مزبطين له DNS، أكيد مضبطين له DNS. له DNS. فنرجع هون نقول له أوكي، أقول له administrator واللي باسوردها أو باسورد وباسورد 1 Enter. خليه هذا الراوتر 1 يعمل جوين في الدومين عشان اورجيكم كيف حنعمل السايت تو سايت بدون الحاجه للراديوس، ولو بدك ارجع اعمل لك راديوس برجع بشغله بعمل لك اياه ما فيش اي مشكله برضه، بس بكون عامله على نظافه مش اللي سويناها الاكثر من شغله اللي تستنا عليها واللي عملنا لها. فخليني هون ارجع على الدومين اقول له باسورد 1، وهون صاحبنا هذا اصلا جاهز وهذا قاعد يبنق ايش المفروض، المفروض انه هو المفروض انه unreachable يعطيني لسبب انه انا اصلا لا مش unreachable، المفروض احنا هون لسه ما بنينا رول ولا اي شيء صح، نسكر هاي كلها
هون ايش الاي بيات اللي معطينه اياها احنا؟ 1.1.255.1.10 اوكي بدون دي ان اس. ايش سوى؟ لا ما بنك مستحيل. لا لا هذيك عشان لما طفيته. هيو اقول له بن على 192.168.01-T المفروض انه ما في بنك. تمام؟ المفروض انه ايش؟ ما في بنك. هسا هو الاصل ما يعطينيش انه ما فيش بنك، لازم يعطيني unreachable لانه انا هون اصلا ولا ليكون هون احنا معطين جيتوي لحدا متاكد بس. هذا معطينه جيتوي شيء 255.2 ما فيش. هون 1.10.255 اوكي. فراوتر 1 قبل ما يشتغل الفاير وول هون شو وضعه؟ مطفي على الدومين كنترولر برضه نتأكد. انه بس تبع الدومين اللي شغال، حتى تبع الدومين مش شغال مش مشكلة. ونيجي هون نستنى هذا يخلص ريسيت وخلي هذا زي ما هو. هسا هذا انا بديش، انا مش هاممني ابنق على هذا، انا هاممني ابنق على مين المفروض؟ هاممني انه 2 يكون شايف 1، يعني 80.002 شايف 80.001. فخليني اشغل هذا السيرفر هسا بس ادخل عليه بايش؟ بالاي يو دي سي، بالاي يو ادمنستريتور وهاي باسورد، ادخل عليه بما انه صار جوين دومين. هذا المفروض لو قلت له بتبنج بنج على 192 لا على 80.001 المفروض انه شايفه. تمام؟ يعني الراوتر الاول شايف الراوتر الثاني بلا مشاكل. هذا صاحبنا المفروض ايش ماخذ؟ شبكة 12 صحيح، سويتش 12، وهذا من هون 12 من هون 11. هيك الامور تقريبا استتبت. هسه بنشوف، هسه بورجيك كل شيء، خليك تعمل تفهم كل القصه. اذا عندي صارت سنوات مثلا الامنيه اي بي 172.20.88.10 مثلا، وميزان في السايت الثاني فاتت 70.80.90.10. مختلف الميزان عن هذا. طيب. ما ينفعش تعمل ميزان زي كده. ليه؟ كيف تقول اربط الميزان؟ لا هو الاصل يكونوا مش متشابهين، حكينا الاصل انهم مش متشابهين، مش هم كريال اي بي الاثنين، والريال اي بي هدفي اني اشوفهم عبر الشبكه عبر الانترنت، اذا حشوفه انا بهم اني اوصل له بغض النظر الرينج هو نفسه او لا. طبعا ما دام ريال اي بي حشوفه، معناته انا هون عشان اللاب عاملهم زي بعض، عشان انا ما فيش عندي راوترات سيسكو ولا شو اسمه يعني زين ولا مش زين اللي هو زين وامنية ما عنديش هذا الكلام، فعاملهم زي بعض. تمام؟ الاصل انه هون اي بي هون اي بي مش زي بعض راح يكون. طيب نعيد مع بعض يلا ونركز على الموضوع. اتفقنا انه انا بدي اعمل سايت تو سايت بين هدول الفرعين. الكلاينت اللي هون بدي اياه يقدر ياكسس على الشبكه اللي هون، تمام؟ من خلال اني انا بدي اعمل راس سيرفر 1 مع راس سيرفر 2 اعمل ما بينهم سايت تو سايت. راح اجي بدايه يا شباب على الراوتر الاول راوتر 1، وحاجي هون في راوتر 1 واقول له في تولز اقول له انا بدي اعمل راوتنج اند ريموت اكسس. اول خطوه بدي اعملها بدي اقول له رايت كليك كونفيجر اند انيبل، نيكست اقول له كاستم نيكست، واقول له في بي ان اكسس. انا بدي ادخل ايش؟ في بي ان اكسس، نيكست فينش، واروح اعمل نفس الكلام على السيرفر الثاني. بدي اجي على تولز على راوتنج اند ريموت اكسس،
اقول له رايت كليك كونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت اكسس، اقول له كاستم نيكست، وبرضه اقول له بدي اشبك في بي ان نيكست فينيش، واقول له ستارت للسيرفيس. السيرفيس هون عندي اشتغلت والامور صارت تمام، وهون المفروض عم بستناها تشتغل. عبال ما هيها اشتغلت، هسا انا موجود وين يا شباب؟ في راوتر 2. قلنا احنا اتجاهنا راح يكون من 2 ل 1 لانه انا ما عنديش اشيك على هناك، صح؟ بدايه انا بدي اروح من 2 ل 1، صح؟ تمام. طب بالاول على 1 ايش لازم اسوي؟ اول شغله على 1 بدي اجي اقول له رايت كليك بروبرتيز، واجي اتاكد هل انه انا ماخذ لان اند ديمون دايل، يعني انا ماخذ اللي هو في بي ان مع سايت تو سايت، انه مش راوتنج اونلي. تمام. بالسكيورتي اقول له ايش بدي استخدم؟ الويندوز اوثنتيكيشن، لانه انا ليش عملته جوين دومين؟ عشان استخدم الويندوز اوثنتيكيشن. طب بالاي بي ادرس قلنا السيرفر راوتر 1 الاول حيوزع من 172.16.0.10 لغاية 172.16.0.1 اللي فوق هون واحد. بقدر طبعا انا هون بس عشان بعطي 10 اشخاص، 10 فانا عندي 10 حيدخل 10 كونكشن. اقول له اوكي، واقول له لما واحد يسالك عن الدي ان اس او الدي اتش سي بي او الوينز، هو اطلع على الكارت الداخلي وانقل منه عنوان مين؟ الدي ان اس. خلصت ماليش اي شغل هون، اقول له ابلاي واوكي. تمام. اروح على السيرفر الثاني، اجي هون لو بدي اعمل العكس انه حدا من هناك يجيني، بدي برضو اقول له في البروبرتيز، وعلى فرض انه بالفرع الثاني عندي اديشنال، فانا اتاكدت انه ديمون دايل. بالسكيورتي برضو بده يكون ويندوز اوثنتيكيشن، وعند الاي بي اقول له انه انت وزع من 172.16.0.11 ولغايه، عشان ما يصيرش كونفليكت، 172.16.0.20 برضو لعشر اشخاص، واقول له ابلاي واقول له اوكي. تمام. هسا بدي ابلش ابني الديمون دايل، راح اجي على الراوتر الاول اقول له هون عند انترفيس رايت كليك نيو ديمون دايل، هاي لو اني كبستها ومعطتنيش ايرور اشتغلت مع الويزرد، لاني انا اصلا قلت لكم هون ايش مختار؟ ديمون دايل. لو كانت راوتنج قول لي كان اعطاني ايرور، فبما اني انا مختارها ديمون دايل حقول له نيو ديمون دايل، هيقول لي تفضل. اقول له الكونكشن بده يكون من عمان تو ايش هذا؟ خلص. هذا خلص وهسكر هون. تمام. نو اقول له الكونكشن معي بده يكون من عمان تو ايش؟ عقبه مثلا. تمام. واقول له نيكست، بيقول لي اجك تشتغل في بي ان. في بي ان نيكست. طب ايش نوع التانل بروتوكول؟ اقول له اوتوماتيك. نيكست. بيقول لي طب شو الاي بي البابليك اللي هناك؟ مش شرط يكون نفس الرينج، قلنا ايش هو دلني عليه. اقول له هو 80.002، مش اللي هناك 80.002؟ اقول له نيكست. بيقول لي بدك نعمل لك راوتنج للي بيجوا من ورا هذا السيرفر، اقول له اه. قال لي طب ما دام بدك انا نعمل لك راوتنج، ايش اللي اعمل لي ستاتيك روت، يلا ابني لي ستاتيك روت. فاقول له اد، واقول له يا راوتر 1 لو واحد سالك عن الشبكه اللي هناك اللي عند الكلاينت اللي هي شبكه ايش يا شباب؟ ال 192.168.10، صح؟ بصبنت 255.255.255.0، وخلي لي المترك 10. لو عملته واحد ما حتفرق، ما هو كلهم بين بعض راوترين، بس انت بتفرضها قلنا الاعلى. اقول له اوكي نيكست. قال لي طب لما بدنا نروح هناك وفي اديشنال ونيجي ندخل، ايش اليوزر اللي نستخدمه؟ عشان هيك انا بقول لك مش محتاج انت راديوس، لانه انت هون بتحط اليوزر نيم والباسورد، انه بس هذا اليوزر اللي حيدخل مش اي حدا تاني. فاقول له يوزر الاد ميليس ريتور الادمنستريتور اللي في دومين اسمه iu.com اللي باسورده باسورد 1، واعيد له يا باسورد 1، واقول له نيكست
مهندس هذا اللي قاعد لحاله. انا ممكن اعمل يوزر ما بيهمنيش حدا ثاني. لا لا قصدي يوزر واحد بدي بعمل يوزر خاص لهالموضوع بيدخل يوزر الادمن بالضبط. بعد هذا ايش بقول لكم الكل حيجي بالمعيه عشان هيك مش محتاج راديوس. هسه هسه بتشوفوا طلعوا فيه. هذا الكلام بيستدعيني اني اجي على الاكتف دايركتوري واقول له بالنسبه ليوزر الادمنستريتور المفروض يكون ايش هالمره اللاو، لانه انا ما فيش بوليسي حقول له روح مر على بوليسي وشوف لي الموضوع صح. انا هسه بدي اقول له اللاو لانه مش عامل راديوس صح. اذا اقول له ابلاي اوكي. اعمل العكس من الناحيه الثانيه. لاحظوا هون البنج ايش صار فيه لسه صار قلب على ايش بعد ما انا نزلت الرول الدومون داير والفي بي ان قلب من ريكويست تايم اوت قلب لايش لديستنيشن هوست انريتشابل. ارجع هون اقول له رايت كليك نيو انترفيس او نيو دومون داير انترفيس نيكست. هالمره من مين؟ من العقبه تو عمان نيكست. هسه هيك احنا رايحين من العقبه لعمان في بي ان او في بي ان اوتوماتيك للتانل. انا مين بدي اكلم هناك بابليك؟ ال 80001 نيكست. اعمل لك راوتنج طب ايش الراوتنج؟ والله لو واحد سالك عن 192.168.168.00 بصبنه ماس 255.255.255.0 بمترك 10 مثلا اعمل له راوتنج نيكست. طب ايش اسم اليوزر اللي تدخل فيه اللي احنا سمحنا له اعطيته الا وانا هناك الادمنستريتور؟ اقول له الاد مينستريتور اللي في دومين اسمه iu.com واللي باسورده باسورد 1 وهون اقول له باسورد 1 واقول له نيكست فينش تمام. اتطلعوا حاليا هون لو ارجع على راوتر ايش قلب راوتر 1 من ديسكونكت قلب كونكت. ايش السبب؟ انه هذا عم بيعمل كونكت. ايش قلب هون؟ لاحظوا شغله حاجه اوقف البنك بمجرد هو ايش معنات كلمه دومون دايل؟ يعني وقت الطلب عند الطلب. ما تفتح هاي الكونكشن الا عند الطلب. يعني لما واحد يبلش يطلب ببنك افتح الكونكشن وقف اعمل ديسكونكت. فالمفروض لو انا جيت عملت ريفرش المفروض هي راح تقريبا المفروض تعمل ديسكونكت، لكن انا ممكن اتعدل فيها اجي على البروبرتيز تبعتها اقول له هون في السكيورتي او في الاوبشن ما تستناش خمس دقائق للديمون دايل يكفيني دقيقه. يعني المفروض بعد لازم اقول اول شيء ديسكونكت اقول له بروبرتيز اوبشن اقول له دقيقه هاي نعدلها واقول له اوكي. يعني المفروض انه هذا الكونكشن حاليا هو مطفي بس واجي هون ريفرش ما فيش حدا شابك صح؟ في حدا شابك؟ ما فيش على الراوتر هذا. اول ما هذا يقول كونكت مع انه بيعطي ريكويست تايم اوت بس هو بعث لراوتر ولراوتر 2 راوتر 2 بلش يعمل الكونكشن بناء على الطلب. صارت هون ريفرش صارت كونكتد. هون بيقول لي في واحد اجاني ايش اسمه؟ الادمنستريتر. مش انا قلت له اللي حيجيك الادمنستريتر؟ هسه فعليا فعليا شو اللي صاير؟ الفي بي ان شاكه وشغاله. يعني انا لو ادي من راوتر 1 واقول له بنق لي على 192.168.0.1 اللي جوا طلعوا بن انتر ريبلاي ولا مش ريبلاي؟ يعني انا بالضبط يا شباب هسه من خلال راوتر 2 قادر اوصل لمين؟ لسيرفر. لانه هذا اعتبر لي يا ريموت اكسس كلاينت. هذا باني ريموت اكسس كلاينت مع الراس تبع الشركه فداخل بس اللي وراه ما حدش ببنج. ليش ما حدش ببنج؟ اللي وراه ما حدش ببنج وبيعطيهم ريكويست تايم اوت. طب ليه؟ مين يقول لي ليش ببنجش؟ هاي المفروض هسه بعد مرور دقيقه هذا راح يصير ديسكونكت. وهون اول ما يصير هذاك ديسكونكت هون حيروح هذا اليوزر اللي عامل الكونكت. ليش مش راضي يدخل اللي وراه؟ طب انا بس عدد الاي بي
اما هناك فيش كونكشن بين الراوتر وبين البراند. صحيح 100%. بمعنى بمعنى احنا الشركه اللي هون ابو ال 192 168 واحد زيرو هون عندي راوترها ماخذ راس او راوتر 2 ماخذ مع راوتر 1 وهون الشبكه تبعت الدومين كنترول. هون انا كنت معطي 80.000 فهون ماخذ 01 وهون ماخذ 02 صح؟ اللي من خلالهم هدول انا عملت ايش؟ التنل الكونكشن. بس عشان الكلام يمشي ما بينهم قمت وزعت بول 172 فهذا المفروض انه اخذ اي بي مثلا 0.192.16.0.1 صح؟ واعطى هذا ايش؟ مثلا 0.2 وهذا نفسه لما تصير العمليه عكسيه يكون حدا من هون بده يدخل لهناك راح يعطي نفسه هو 0.11 من اللي انا قلت له 11 صح؟ وهون يعطي هذا مثلا 0.12 هذا في حال العكس. اما انا بديش افرض العكس انا افرض هون هسه فهدول انسوني اياهم بالتلتين ال 12 وال 11. فالمهم انه ال 170 وزعت لهذا اخذ اي بي واعطى هذاك اي بي. فاللي صار معي انه راوتر 2 لما بلغت منه على هذا قدر يبلغ لانه هو عم بيحاول يبلغ بمين؟ بال 172 16.0 ايش؟ 2 وال 172.16.02 هو بيقدر يكلم مين؟ هذا الراوتر وهذا الراوتر المفروض في التيبل تبعه هو كونكت في ال 172 وفي ال 190 فعامل راوتنج ما بينهم انا عملت ستاتيك روت جواته فهو قدر يوصل لكن هذا الراوتر هذا ما بيعرف عنه شيء كشبكة 192.16.0 فلما اجى هو يبنك اعطاه ريكويست تايم اوت متى بيقدر يبنك اذا كان ماخذ اي بي مثلا 172 بيقدر يبنك ممكن نعطيه راوتر. فشو الحل برايكم بهاي الحاله؟ فهمتوا انتوا اللي انا حكيته هسه قبل ما اقول لكم شو الحل؟ فهمتوا ليش هذا بنك وهذا مش عم يبنك؟ هذا بنك يا شباب لانه عنده اي بي 172. هذا ال 172 بالنسبه لراوتر 1 هو بيعرف ال 172 وبيعرف ال 192.16.0 فخلاه يعمل له فعمل له روت ما بينهم ودخله. لكن هذا حاليا عم ببلغ بايش؟ بال 1.1 من 192. فلما طلع الراوتر هذا ما بيعرف شبكه ال 1.0 فمش قادر يعمل له روت ويدخله. يعمل دي اتش بي على البورت؟ لا بدي جواب يحل القصة بشكل سريع. يلا نعم قول له هون طبق لي نات النات تحول كل اللي جايين من جوا من 192 يطلعوا بمين؟ بصيروا 2 من 170. اذا هذا لما هيجوا له هيتعامل معهم على انهم هم ايش؟ فيدخل صح؟ تعالوا نشوف كيف؟ ها طلع بكل بساطة ما يطلع عليكم لما اشرح ولا امسحها خلي اطلعوا كيف كل اللي عليك انك تيجي على الراوتر 2 تطبق نت توقف هون على اي بي فيرجن 4 وتقول له رايت كليك نيو راوتنج بروتوكول. لاحظوا وصاحبنا هون ايش عم بيعمل؟ خلينا نقول له ها طبعا قبل ما ابلش اقول له كونكت. لاحظوا هون وين هالانترفيس قلب ديسكونكت بعد دقيقة خلاص لما وقف الطلب. أول ما أرجع أقول له بينج رجع إيش؟ رايت كليك ريفريش رجع كونكتد تمام؟ كل اللي علي راح أجي هون على راوتر 2 أقول له رايت كليك نيو راوتنج بروتوكول وأقول له شغل لي مين؟ النت. بس حاجة عند النت أقول لها رايت كليك نيو انترفيس هيقول لي مين الببليك؟ 172 بالضبط. لو قلت له 80.2 انت ما حلتش المشكله. قلنا احنا ال 80.2 وال 80.1 هاي بنت التانل لكن الكلام بيتم عبر ال 172. ال 172 هي مين الانترفيس اللي باشر عليها؟ الديمون دايال اللي هو من العقبه لعمان.
هذا هو الانترفيس اللي انا بدي اياه مش ال 80. فحقول له البابليك تبعي اللي هو ال 172 اللي هو مين انا سميته بالكونكشن الاخ ابو العمان. اقول له اوكي. قال لي هذا البابليك. اقول له اوكي. ارجع اقول له رايت كليك نيو انترفيس. مين البرايفت؟ اكيد البرايفت ال 191 اللي جوا. اطلع اول ما اقول له اوكي. اوكي طلعوا. بنق ولا ما بنقش؟ هو الراوتر اللي هناك اللي شايف اللي جاي عليه شايف الادمنستريتر. الادمنستريتر اللي انا حطيته هو اللي عامل كونكشن. هو بعرفت انه هذا في وراه جيش عن طريق الناس جايين. هو بعرف انه انا بتعامل مع واحد بيوزر واحد. هيك بهاي الحاله كل فرعين الشركه كل الناس اللي جوا بتقدر تكلم كل الناس اللي هناك وكل الناس اللي هناك بيكلموا اللي هون. طبعا هون لازم اعمل نات برضه نفس القصه، بس هذه النات اللي اعملها هون على برضه من عمان للعقبه الببليك والبرايفت اللي هو الواحد زيرو زيرو زيرو. لا ايوه بالضبط انه يكلموا هناك فبيصير سايت تو سايت. هون انا قلت لكم مش محتاج ليش الراديوس، لانه خلاص هو الكونكشن بيوزر واحد انا عامله، ما فيش اي حدا بده يجيني يعمل علي كونكشن. لكن مع ذلك لو انت بدك تعملها سكيور عادي جدا، تعال وقف البنك هسه قول له كانسل تمام، اصبر دقيقه عبال ما هذا الكونكشن هسه هون الانترفيس يعمل ديسكونكت، او تعال انت قول له بايدك ديسكونكت، وبالتالي لما تقول له ديسكونكت وتعمل ريفرش هون هذا الادمنستريتور حيروح خلص ترجع زيرو فيش كونكت تمام. حلو. بكل بساطه بكل بساطه تعال على السيرفر تبعي ارجع نزل لي الرول تبعت ايش وتعالوا ننزلها. ها انه راديوس مثلا يعني لو بدي اعملها راديوس ها اقول له تعال لي على الرول تبعت. حلو مش هو جوين. حلو نيكست نيكست. اقول لك قبل الجوين مش هذا جوين، هاي اللي بدي اسكرها واقول له تعال لي هون واطلع لي من مين من الدومين ارجع على ورك جروب. واقول له اوكي. قال لي تنساش اللوكال ادمن عشان تعرف تشغل الجهاز. اقول له اوكي. لا مش شرط. اقول له ريستارت وارجع هون اقول له تولز على الاكتف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر عند الكمبيوتر اسمه راوتر 1 نقول له ريسيت اكونت ونقول له ايش ديلي خلص بديش اياه يكون جون. وما انساش شغله لو رجعت هون لازم ارجع على الادمنستريتر وهالمره ايش ارجع اقول له ادخل مش الا وادخل ايش بناء على البوليسي صح تمام. المفروض اجي اقول له اد رول نيكست 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 واقول له نزل لي النتورك بوليسي واقول له نيكست 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 وانزل النتورك بوليسي واقول له اعمل ريستارت لو حبيت وانستول. وهون صاحبنا المفروض انه خلص ريستارت ورجع لوضعه ايش الطبيعي كورك جروب باسورد. بس لازم ادخل اضبط موضوع الويندوز اوثنتيكيشن ارجعه لايش لراديوس اوثنتيكيشن صح مزبوط. اذا المفروض اجي هون بس يشتغل هذا صار مخلص. خلينا نكبر شوي ايوه نكبر. اقول له كلوز. بدي اجي بداية على النتورك. وين النتورك بوليسي هيها؟ اقول له في النتورك بوليسي هون اقول له انا بدي اعمل ايش؟ بدي اعمل في بي ان كونكشن واقول له كونفيجر. بيقول لي مين ايش بدك تعمل؟ اقول له في بي ان. قال لي نستخدم الاسم الديفولت. اقول له ماشي. بيقول لي مين الراديوس كلاينت؟ اتفقنا انه الراديوس هو الراس تبعي اللي هو 192 168 010 صح؟
192 ب 68 010 واقول له فيريفاي وريزولف اوكي واحط كلمه سر ما بيني وبينه من 1 ل 6 تمام واقول له اوكي نيكست اجاك تشفر بالام اس شاب فيرجن 2 اوكي مين اليوزرات كل اليوزرات نيكست فلتر ما بديش اقول له نيكست في ريل ام ما فيش ريل ام واقول له فينش اذا المفروض لو اجيت هون على الراديوس راح الاقي عمل لي ولو اجيت على البوليسي راح الاقي هون بناني بوليسي بس حعملها اب لانه حطها تحت نخلي الويندوز اوثنتيكيشن الاولى دائما البوليسي هي الاول هذا عشان كنت انا عامله وشطبته ولا هو الاصل دائما بنزل اياها اول وحده تمام وهاي حتى لانه انا كنت عاملها فراح ارجع اقولها اب انت اللي راح تدخلي خلصنا عملنا البوليسي الاكونت هذا كله مش هنتكلم عليه خلص تكلمنا عليه تمام جهزت البوليسي كله تمام بكل بساطه هسه بكل بساطه راح اجي على الراوتر هون اقول له دخلني على الراوتنج اند ريموت اكسس جوات الراوتنج اند ريموت اكسس اشتغل السيرفر تبعي كل اللي بدي اسويه هون في البروبرتيز بدي اقول له بس عدل لي موضوع الويندوز اوثنتيكيشن يكون ايش راديوس اوثنتيكيشن ويكون الكونفيجر اد اقول له بده يكون الراديوس تبعك هو ال 192.168.01 والباسورد او السيكريت كي من 1 ل 6 الشيرد كي من 1 ل 6 واقول له اوكي 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 ها بالضبط للراديوس اللي اعطيته هناك وبالنسبه للهون الراديوس برضه معني ما عملتش اكاونتنج بشكل عام بس ما عملتش اكاونتنج انا ما عملتش اكاونتنج خليها عادي خلص خليها وجهه مش فارقه عندي اقول له هون الاي بي زي ما هو ما تعدلش اشي بس انا عدلت بايش بالاوثنتيكيشن اقول له ابلاي ايش يعني للتجريب لا لو بده يسوي عليها مره واحده اذا غيرت اشتراكك مع شركه اتصالات ممكن ترجع تكمل الاي بيات تتغير عليك لو انت كنت معطي ريال اي بي دايركت اما لو انت معطي برايفت اي بي والفايرول هو اللي بيدخلك هو المشكله لو في فايرول مش هتعمل السيرفرات هاي باختصار اما لو كنت معطيه هو ريال اي بي بدك تغير لو غيرت شركه الانترنت وغيرت الاي بي بدك تغير الاي بيات طبعا انا سالت واحد ايش تحوله قصدك كور قصدك اذا وصلوا ممكن 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 انك بس ما تعمله تحوله كور طبعا هذا برضه سكيور هسه لاحظوا معي احنا عملناها صارت راديوس اوثنتيكيشن تعالوا نرجع لصاحبنا هون ديسكونكت احنا حاليا صح تعالوا نجرب نقول له ارجع اعمل كونكت نشوف ايش حيعطيني بنق ولا ما بنق ايش لا بنق ايش يعني بنق يعني هاي صارت ريفريش وهون كونكت وهون قال لي انه في يوزر اسمه ادمنستريتر اجا طب هذا اليوزر ادمنستريتر من وين تشيك عليه ما انا قايل له قايل له انه هذا اليوزر ما يدخلش عندي الا من خلال ايش من خلال الان بي اس يعني خلي الراديوس يعني يعني افهمكم تعرف لو هسه انا اجي اقول له طلعوا كيف اجي اقول له هناك الادمنستر ليش اعطى الادمنستر انت داخل على الكلاينت ادمنستر لا يوزر عادي موظف عادي مش فارقه عندي اي يوزر انت حط يوزر بس بيكون شغله كل شيء بس يوصل للراوتر تبعه الراوتر تبعه هو حيطلعه بالنات بالادمنستريتر طب انا بدي مثلا يطلعوا مشكله بالادمنستريتر كل واحد بيوزر تبعه ما هو كل واحد هيك يعني انت بدك تعمل زي ريموت اكسس لكل واحد صفر فمش صح هي يوزر واحد بيعمل هو الكونكشن للجميع ما برضه انا خلال اليوزر الادمنستريتر
اطلعهم كل واحد بيطلع برضه يخبط كمان سكيور. لا ما هو في نقطة، هو اصلا كيف بده يشغل جهازه؟ بده يشغله من خلال يوزر وباسورده اللي موجود على الاديشنال، بعدها حيقدر يوصل من خلال الادمنستريتر على السايت. صح، يعني باعتبار الفيرفيليج تاعه انه هو دخل على اليوزر تبعه بالاول، بعدين انتقل بالموضوع السايت وسايت ابلكيشن بالادمنستريتر. بس هون شفنا انه انا هون بهاي الحاله دخلته عن طريق الراديوس، دخلته عن طريق الراديوس ولا لا؟ دخل معي عن طريق الراديوس، لان انا فعلت الراديوس وقلت له ادمنستريتر هالمره ما يدخلش الا ايش؟ الا بناء على البوليسي مش الاو، ولا كان ما شبكني. ففهمنا يا شباب كيف صارت عمليه السايت تو سايت؟ وضحت الامور. بس السكيورتي اذا واحد ممكن يفوت على التانل واحد يفوت على التانل، كيف واحد يفوت على التانل وهي بي بي ان بسموه ميدل دايس؟ ما هو هذا الزلمه انت عشانه عامل البي بي ان، عشانه انت عامل البي بي ان بس ما فيرتشوال برايفت نتورك، عشان ما يجيش واحد زي هذا. هو متى هداك بيجي لك بالراوتنج العادي اللي عملناه اول مره، انك تعمل راوتنج راوتنج ويمشي، هذا اللي بيجيب لك اياه، لانه الداتا تبعتك ماشيه على الانترنت سداح مداح رايحه بالباسوردات. اما هون انت ماشي عبر تنل مشفره، مين بده يدخل لك؟ التنل مشفره والكلام جواها مشفر. هذا البروتوكول بالضبط. فوضحت يا شباب شو السايت تو سايت؟ خلصنا السايت تو سايت، ضايل علينا في موضوعنا الدايركت اكسس.